مباراة الإنتاج والأهلي والتعادل 1-1. أبو حميد اتفضل. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر من جديد، وبرحب بيك وبرحب بكل الناس اللي بتتابعك. لو بنتكلم على لقاء الاهلي والانتاج، فلقاء يعني كان مهم لجماهير الفريقين، لكن الانتاج الحربي خلينا نقول بكل امانه يستحق النقطه، وانا بالنسبه لي نتيجه عادله. يعني طيب ماذا قالوا بعد المباراة يا أبو حميد؟ يمكن المؤتمر الصحفي لسه منتهي منذ دقائق، مستر فايلر يعني يمكن الناس كتيرة اتكلمت معاه وتحدث عن الغيابات، لما سئل عن يعني عدم تواجد حسين الشحات، عدم تواجد رمضان صبحي، عدم تواجد كهربا، هل اللعيبة دي كان ليها مردود وتأثير على أداء النادي؟ لا، الراجل تحدث وقال إنه مش بيحب يتكلم عن الغيابات، مش بيحب يتكلم عن اللعيبة اللي مش موجودين عنده، لكن في النهاية هو بيكن كل تقدير للعيبة، وقال إن اللعيبة النهاردة لم تظهر على المستوى المعتاد ليها، قال اتأخرنا بهدف على غير المعتاد، ده أول مباراة للأهلي منذ بداية الموسم يتأخر بهدف، يعني كان دايما الأهلي هو اللي بيتقدم. قال كان عندنا بعض الأخطاء لكن مش هيتكلم فيها على الملأ، هيشتغل فيها مع اللعيبة في الغرف المغلقة. في نفس الوقت اتكلم وتحدث عن إضاعة الفرص، قال أضعنا أكثر من فرصة، هدف علي معلول كان من الممكن يخلينا ناخد البداية من المبكرة، لكن في نفس الوقت حتى بعد التعادل أضعنا أكثر من هدف، زي كرة أفشة، زي كرة أجاييه، زي كرة جيرالدو، كان من الممكن أنهم يحسنوا النتيجة، ولكن في النهاية قال عندنا أخطاء كتيرة نحاول نشتغل عليها في الفترات القادمة. وهو في نفس الوقت ما بيحبش يتكلم عن انتقاداته للأداء أمام الإعلام، لكن هو بيشتغل، لكن في النهاية قال لعبنا مباراة سيئة، أداء باهت، وأمور داخلية هيتم معالجتها في الفترة القادمة. نفس كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ قاله، وقال يجب أن احنا نتعلم من أخطائنا، مباريات الدوري دايما مباريات النفس الطويل، قال لازم ندي كل التقدير والاحترام للفرق المنافسه، يعني مباراه كانت يعني ما بين الفريقين، كل فريق قضى اكثر من كره، ولكن في النهايه النتيجه بالنسبه لنا اكيد نتيجه يعني لا ترضي طموحاتنا، ولكن الاهلي عنده مباريات كثيره لسه قادمه، ويجب معالجه الاخطاء والاستفاده من الاخطاء للمباريات القادمه. سؤال الكابتن فهد عبد الحفيظ عن رمضان صبحي وعن كهربا. بخصوص رمضان صبحي كان رده ان الاهلي من 1907 عد عليه لعيبه كتير قوي قوي، في لعيبه بيرحلوا والتاريخ بينساهم، وفي لعيبه بيفضلوا موجودين في الكيان والنادي الاهلي دايما بيذكرهم. اكد ان اللاعب اختار المال واختار الماده وهذا حقه، ولكن مش بالمال وحده بيتم صناعه البطولات. يعني تحدث ان هو مش عايز يلوم على رمضان، ولكن المال يعني لا يصنع التاريخ، وقال طالما اللاعب اختار عن رحيل عن الاهلي وعدم الاستمرار يعني خلاص له مطلق الحرية، ولكن القوة الشرائية مش هي اللي بتحسم التاريخ ومش هي اللي بتحسم البطولات، وهو مش عايز يلوم اللاعب، ولكن إدارة النادي دايما تعمل من أجل مصلحة النادي، وهو اختار راحته، وفي نفس الوقت النادي الأهلي دائما دائما يعني ما ينصف لاعبيه. بخصوص موضوع كهربا قال إن قرار الفيفا أنصفنا، وإن النادي الأهلي منذ البداية لم يكن طرف في القضية، وان النادي الاهلي كان متاكدا من قرون من صدور قرار ينصف النادي الاهلي، وانه اتخذ الطرق المشروعه قبل التعاقد مع كهربا. قال كمان ان اللاعب يمتلك الاوراق اللي بتثبت صحه موقفه من اجل التخفيف او العقوبه، وفي النهايه الاهلي ليس طرف في القضيه، ولكن طبعا الاهلي يعني يساند ويدعم اللاعب كونه لاعبا في النادي الاهلي. على طول الاهلي بدون راحه هيستأنف تدريباته يعني كمان ساعات، علشان مباراه مهمه للنادي الاهلي يوم الاثنين القادم في مباراه الدوري العام مع اسوان في 9 مساء باستاد القاهره. يمكن الاهلي قدم مباراه عايزين نقول سلبيه، اضع اكثر من كوره، واضح ان النادي الاهلي يعاني في اكثر من مركز، جناحين النادي الاهلي النهارده مش شغالين تماما، كان في حاله من العقم التهديفي واضاعه الفرص، فعلى النادي الاهلي اكيد مراجعه اخطائه. مستر فايلر كمان محتاج يستفيد من كل التغييرات، محتاج يغير في قوام التشكيل لضغط المباريات، كل الفتره القادمه المباريات تكون مهمه قبل لقائي الوداد، واعتقد دول الاهم دلوقتي بالنسبه للاهلي في الفتره القادمه. يعني خلي بالك الناس بتقول لك الاهلي قبل كده تاخر بهدف امام بيراميدز، الناس حافظه يعني فعلا الاهلي تأخر قبل كده في بيراميدز، ممكن لو هم متذكرين يبقى اكيد هم افضل مني طبعا، لكن خلينا نقول النادي الاهلي حتى لما تأخر كان من الممكن ان هو يتأخر في بداية اللقاء،
لكن النادي الاهلي حتى برضو الفار، الناس اللي بتتحدث على الفار النهارده مش عايز اقول هو الذي تسبب في تعادل النادي الاهلي، ولكن هو الفار بيطبق بعداله، فالاهلي دائما لا يستفيد من الفار، بالعكس الاهلي دائما يتضرر من الفار. لكن في النهايه النتيجه انا شايفها انها عادله، لان في الاخر الانتاج الحربي عملوا مباراه محترمه، كابتن مختار مختار واللعيبه عملوا مباراه محترمه، حارسهم احمد شديد قناوي قدموا مباراه جيده، كابتن مختار مختار حتى بعد اللقاء قال حاول يستغل جدعنه اللعيبه ويستغل ان هو يحفزهم، لان النادي الاهلي يمكن يعني فريق كبير وعنده من اللعيبه والامكانيات، لكن هو بيعاني في بعض اللعيبه بسبب الغيابات، لكن في النهايه النتيجه بالنسبه له مرضيه جدا. طيب الناس بتسألك، بس عايز أقول على حاجة، الأهلي كان متأخر أمام بيراميدز 1-0 وفاز 2-1، وكان متأخر أمام سموحة 1-0 وتعادل 1-1. ده بس للتذكرة. عايز أقول حاجة مهمة جدا، الناس بتسألك عن أحمد الشيخ، وسريعا ادينا إجابات سريعة. أحمد الشيخ هو لم يتدرب خلال المباريات الماضية أو التدريبات الماضية بسبب عنده التواء في الكاحل. في نفس الوقت خلينا نقول ان احمد الشيخ من اللعيبه المميزين جدا وياخد وقته الفتره القادمه، ومن الناس اللي مستر فايلر مقتنع بيهم جدا، ولكن هو لم يتدرب بالامس، لم يتدرب اول امس، وبالتالي تم استبعاده من القائمه وكان خارج القائمه تماما. النادي الاهلي اكيد عنده اكثر من لاعب محتاج يستفيد بيه، لكن احمد الشيخ خارج قائمه النادي الاهلي بسبب الاصابه، علشان كده لم يتواجد في مباراه اليوم. صالح جمعه، صالح جمعة طبعا مستبعد، ويمكن جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتنادي بكثافة على تواجد صالح جمعة في المباريات القادمة، لانه لاعب يقدر على صناعة الفارق، لكن في نفس الوقت هو خارج حسابات مستر فايلر الفنية في التوقيت الحالي. هو محتاج يعني وفقا لكلام مستر فايلر عنده الفرصة للعودة للمشاركة بشكل واضح، ولكن هو لسه ما زال بيدي برنامجه التأهيلي وهو خارج حسابات مستر فايلر الفنية في التوقيت الحالي. شادي رضوان، من الوارد يكون الاعتماد عليه الفترة القادمة، وراجل بيحط أكتر من لاعب ناشئ وصاعد في كل مباراة، لكن في نفس الوقت هو بيتحرك في قوام أساسي، مش عايز يطلع براه، لأنه هو ملتزم بالقائمة الأفريقية ومباراتي الأهلي أمام الوداد المغربي، علشان كده هو بيحاول يركز في القائمة المحلية على المقيدين في القائمة الأفريقية، علشان استعدادا طبعا لمباراتي الوداد المغربي القادمة. طيب ياسر ابراهيم، خصوصا انك انت عندك مشكله كبيره في خط الدفاع، وده ما يكونش فيه رحمه فيه في افريقيا يعني. طبعا ياسر ابراهيم احد الغيابات المؤثره والمؤثره بقوه على النادي الاهلي في الفتره القادمه، لكن النادي الاهلي مخلي ياسر ابراهيم ومستواه البدني بيتحسن والعلاجي كمان، فهو ان شاء الله كل التركيز محاولات ان بس ياسر ابراهيم يلحق بمباراة الزمالك اللي هتكون يوم 22/8، ده تفكير الجهاز الطبي في النادي الاهلي، تجهيز ياسر ابراهيم للحاق بلقاء القمه يوم 22/8 باستاد القاهره يعني. لكن هو مش هيلحق لقاء اسوان القادم بشكل كبير، لكن هيعود ايمن اشرف من الايقاف يعني. محمد محمود وسعد سمير، محمد محمود وسعد سمير الاثنين بيواصلوا برنامجهم العلاجي، لكن برضه محمد محمود خلينا ننفرد مع حضرتك في تأخر بعض الشيء لشعور اللاعب ببعض الإرهاق وهو بيأدي التدريبات، من ناحية يعني من ناحية الركبة وبعض آلام الركبة التي تم تفسيرها بأنها ربما تكون طبيعية بسبب يعني الحمل اللي اللاعب شغال عليه الفترة الماضية، عشان كده الأهلي في الوقت اللي كان اللاعب بيأدي ببرنامج مكثف وضغط بقوة وكان شغال عليه بشكل كويس، ابتدى يهدي الحمل التدريبي والأوزان التدريبية مرة أخرى، علشان ما يكون كنت في ضغط على ركبة اللاعب وعلى المستوى البدني للاعب، علشان كده محمد محمود بيتأخر شوية عن الموعد اللي كان من المحدد ان هو يرجع فيه، فاحنا بنتكلم في شهر سبتمبر، ايضا كمان سعد سمير على نهاية سبتمبر يقدر يلحق، كريم نيدفيد هو برضه اللي اصابته متأخرة شوية، وربما الاهلي الفترة القادمة يكون في تفكير لسفر سعد سمير وكريم نيدفيد للاطمئنان عليهم يعني في المانيا قبل العودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية. اخيرا الشحات، حسين الشحات بيتمرن بشكل يعني كويس على التدريبات يعني منفردة، يمكن في الجيم وفي التدريبات العلاجية، لكن عودته للتدريب مع الفريق احنا بنتكلم على احتمال كبير يكون بعد اذن.
اسبوعين وفقا لطبيبه المعالج. طبعا اسبوعين يقدر ينزل التدريبات الجماعيه علشان يقدر يرجع ويشارك في تدريبات الفريق بشكل محترم. لسه احنا بنتكلم مش اقل من اسبوعين كمان، فحسين الشحات يعني علشان الاهلي يقدر يستفيد فيه بيه مش اقل من شهر، لان بمجرد عودته للتدريبات هيكون ليه برنامج يعني بدني وفني يقدر بعدها ينخرط في تدريبات الفريق الجماعي. حمدي فتحي؟ حمدي فتحي موجود ومفيش اي مشكله، وبيشارك بشكل يعني منتظم في التدريبات، وكان موجود النهارده على قائمه البدلاء. يمكن مستر فايلر كمان يعني بيحاول يستفيد بيه لكن من وقت لاخر، لكن هو جاهز وما عندوش اي مشكله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عبد الناصر، وبحييك وبحيي كل الناس اللي بتتابعك دايما. شكرا جزيلا.